شعر وتراث وجودة، ونجوع تطرح وخيل وبل، ونجوع تطرح وخيل وبل، هو بيركض بحبر عودة، هو بيركض بحبر عودة، والبارود والجحفة وهدير جمل، والبارود والجحفة وهدير جمل، كل عام ليقى عودة علي وطن ما ينطاع للمحتل، كل عام ليها عودة علي وطن ما ينطاع للمحتل، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا وبالشوكة، والقفلة 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 تنس ديار الهال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله صيامكم وقيامكم في سادس أيام الشهر الفضيل، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. نلتقي مجددا في حلقة استثنائية تأخذنا معها إلى عبق الفن العربي الليبي الأصيل، حيث الكلمة الهادفة القوية والألحان الخالدة والأصوات التي تسكن الذاكرة الثقافية الوطنية، وهي فرصة لتذكير المشاهد الكريم بثقافته وموروثه وبرموز ليسوا للنسيان، مثلوا ولفترة طويلة هويتنا التي نعتز بها، والذين اخترنا منهم اليوم الشاعر المخضرم عبد الله منصور، وفاء واجبا وعرفانا مستحقا لهذا الرجل الكريم الشهم، والذي شهدت له ليبيا كلها بطيب أصله وعظيم أخلاقه وتواضعه وكرمه، وظهر ذلك جليا في حملات المساندة الشعبية اللامتناهية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة، وشهد له الوسط الفني الليبي والعربي بالبلاغة والفصاحة والإيمان المطلق بقضايا وطنه وأمته، مدافعا بالكلمة ومقاتلا بالأناشيد الحماسية، حتى وصلت كلماته كل قطر عربي وكل قلب ينبض بحب وطنه. والجدير بالذكر أنه عند تنفيذ هذا العمل غوالي 2 كان شاعرنا عبد الله منصور ما زال سجينا، وكان وكما يقول البوادي فال وعلى الله الكمال. والحمد لله الذي أمد في عمر شاعرنا وفك قيد أسره ومتعه بالحرية ليشاهد معنا هذا العمل، وأتمنى أن ينال إعجابه وأن يكون في المستوى، وأرجو كذلك من المشاهد الكريم ألا يضع غوالي 2 في مقارنة مع غوالي 1، فنحن أمام هرم الشعر واللحن ونحن مجرد تلاميذ في مدرسته الزاخرة. غوالي 2 اخترنا لها ذات اللحن لغوالي 1، والتي كانت أيضا بصوت الفنانة التونسية نوال غشام. وختاما هذا العمل موجه لكل أسير ومظلوم ولكل عائلة ليبية تجرعت مرارة غياب أحبابها، ونسأل الله الفرج العاجل لهم، وأن يجمع الله شملهم بأهلهم، وأن يحفظ الله هذا الوطن العزيز ويجمع أهله كما كانوا وكما نحب. ولا يفوتنا الشكر الجزيل لكل من كان له دور في إطلاق سراح شاعرنا، بدءا بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والقبائل الليبية والإخوة الخيرين في طرابلس. حياكم الله.
سعر وتراث وجودة، ونجوع تطرح وخيل وبل، ونجوع تطرح وخيل وبل، هو بيركض بحبر عودة، هو بيركض بحبر عودة، والبارود والجحفة وهدير جمل، والبارود والجحفة وهدير جمل، كل عام لي قعود علي وطن ما ينطاع للمحتل.